بتلاقي شخص ما بيشاركش في حاجات البيت البسيطه. لا ما انا بشارك لما بتتجوزي في البيت البسيطه، طبعا بشارك في حاجات البيت البسيطه، بس يعني ما ادخلش مثلا مطبخ وافضل يلا قومي اطبخي. انا بقى لو عايزه كده نفسي اطبخ ادخلي وتعالي على بك. ما كنتش بتغصب، وطبعا ما بصدق، فاهماني؟ اي حد يعني ما بيصدق. لا بس هو عامه الفتره اللي احنا بنبقى فيها في بيوت اهالينا، لو احنا ما كناش طول الوقت بنقف نعمل حاجات في المطبخ، لما بحس كده انه لما لو اتجوزت مثلا، لو انا واحده مش بعمل حاجه في بيتي واتجوزت، اول يوم ليا في المطبخ زي اول يوم في البعد بالظبط. يعني اللي هو انا داخله ايه الزحمه دي وايه البرطمانات الكتير دي. ايوه صح، هو ده فعلا حصل معايا. وبعدين تقفي تقلب الطين تلاقي حوض المواعين بقى فيه تل من الهم كتير. بس صدقيني والله بعد كده كل ده يعني بتتعلمي، وكل ده بتبقي شاطره جدا بعد كده فعلا. يعني غير اما انا عارفه، انا عندي ناس والله من صغرهم بيدخلوا المطبخ، تعالي عايزه اقول لك بيكرهوا وقفه المطبخ دلوقتي، يقول لي احنا بنكره وقفه المطبخ. ليه؟ لان للاسف مامتها مسكت، لا هتطبخي، لا هتعمل. فالموضوع الوسط حلو، خير الامور صحيح. الوسط ولا اغصب ولا في نفس الوقت ايه ان انا اسيب كده خالص. انت معاكي حق فعلا. طيب قولي لي، بما انك برضو لعبتي شويه اكلات هيلسي كده بنت حلال، ايه اكتر اكله هيلسي عملتيها كانت سهله وبسيطه وعملت مشاهدات كتير؟ هو على الاكونت ما عملتش اكلات هيلسي بالمعنى ان انا مثلا حاجه بالشوفان، لا انا كنت بقدم ان انا ازاي اعمل الاكل بطريقه هيلسي، يعني ازاي ما احسبوش على النار كتير ازاي كده يعني. لكن الاكلات انه يعني انت مش بتعملي اكل صحي، بس انت بتقولي للناس انه مثلا كده انه مثلا الكبده ما تسيبوهاش تستوي قوي علشان ما تفقدش كل القيمه الغذائيه كده. الصوص بقى احنا بنحط هنا الاول عشاني المحمص، وبنحط بقى ايه الصوص ده عليه كده، بيديله طعم حلو قوي. بعدين بنحط بقى الرز. اشرحيلي بقى كده وانت شغاله ايه الحاجات. حطينا الاول في البرام ده او الصينيه عيش محمص، عيش محمص شامي محمص. بعدين حطيت الصوص اللي هو ممكن اسمه توميه، يعني طريقه من طرق عمل توميه. وبعدين حطيت الرز البسمتي، وبعدين بقى ايه قبل اما انزل الفراخ بنزل الاول ايه الخضروات. اوكي، بس عارفه بخصوص موضوع التوميه اللي بتتحط على الرز ده، في احدى المطاعم الشهيره في المهندسين برضو مشهور بالشاورما جدا. كنت بقى ايام ما كنت باكل كنت بحب قوي من عنده فتت الشاورما، بس كان عنده تربه بقى في فتت الشاورما. ايه بقى؟ كان بيغرق الرز توميه، فحرفيا سوري في اللفظ مبربخه. يعني انا حاسه ان انا باكل عجينه. انت ما بتحبيش لا بحبها، بس هي الفكره ان هو لما بيحط كتير على الرز بتبقى تحسي انت بتاكلي حاجه، شفتي الاكل الاطفال لما بتعجنيه؟ ايوه، لا مش هيبقى ظريف كده. فلو بتحسي بتاكلي عجينه مبربخه خالص وحاطط عليها شاورما، فما كانتش عجباني. انا انبسطت منك هنا ان انت يعني مش هتغرقيها توميه قوي، بحيث الواحد برضه يحس بقرشه الرز. انا بصي بعد كده بفضي بقى الصوص التوميه الباقي جنب الطبق، اللي عايز يحط يحط. يعني دي برضه كمان هي يعني طبق بيبقى شكله حلو قوي في العزومات، مثلا داخلين على رمضان. وعايزه لك هو نص كيلو فراخ فيليه، يعني مش مكلفه خالص. أوكي. وشكلها شيك قوي على السفره. اوكي، ايه الاكله الاقرب لجوزك اللي هو مثلا لو قعدتي يومين ثلاثه ما تعمليش اكل وعايزه ترضيه بقى؟ رز وملوخيه وفراخ. ده بسيط، ده اهم حاجه. ده غلبان. لا هم روتينيين في البيت عندي جدا. اوكي، يعني ما يعني ممكن فتة الشاورما دي برضو بيحبها، لكن الولاد عندي مثلا ما يحبوهاش. اوكي، حطيت بقى الفراخ في الطبق بعد الرز.
حط بقى العيش كده، بزين كده برضو بشوية عيش كده. اوكي. بس قولي لي، لو حد عايز يخش عالم السوشيال ميديا ده تحديدا سيدات البيوت، يعني الدنيا بتبقى عامله ازاي؟ اصل برضو يعني ست البيت عندها مسؤوليات، بعيدا طبعاً عن ان هي هتخش تطبخ او ايا كان الكونتنت اللي هتخش تحطه على السوشيال ميديا. هي عندها اولاد بيصحوا بدري، ولاد بيروحوا مش عارف درس، ولاد بيروحوا تمرين، راجل عايز يرجع يتغدى، بيت عايز يتنظف. تنظيم الوقت ده بالنسبه لست بيت داخله على السوشيال ميديا عامل ازاي؟ بصي، هي لو يعني اخدته على انه شغل، هي بقى تلزم نفسها، يعني ممكن تصحى قبل بقى ما الولاد يصحوا تعمل تصور حاجه اول لما يناموا مثلا، بحيث يبقى في هدوء كده في البيت. أوكي. لكن لو واخداها على اساس هوايه، هي هتبقى مبسوطه اصلا وهي بتعمل كده، يعني ممكن هي فرحانه، يعني قاعده بتعمل الحاجه اللي بتحبها، بتطلعها من المود، فحسب هي عايزاه ايه. بس خدي بالك ان مش كل الرجاله او مش كل الستات هيبقوا محظوظين زيك، انه في راجل قشطه فلكسبل ولطيف والدنيا جميله والله. في ده وفي ده. بصي، هو الحمد لله، يعني لازم فعلا لو حد سواء بقى لسه بنوته لسه متجوزه، يبقى اللي معاها بصراحه مشجعها، ده حاجه مهمه جدا. مش هتنجح لوحدها كده. انت عندك بنات؟ لا، انا عندي ولدين. حد فيهم ليه في المطبخ؟ علي الكبير ممكن شويه، يعني يحب يعمل العشاء لنفسه، ما يحبنيش انا اعمل له حاجه، يقول لي لا انا هدخل اعمل سندوتشات ليا. سندوتشات ايه؟ ممكن يعني ممكن يقف على نار ولا بس جبنه مثلا؟ لا لسه مش على نار هو. مفروض، بس انا يعني لسه هو 11 سنه فبقلق شويه. بس لا، 11 سنه ده راجل. مفروض صح؟ هفكره مجوزوه. هبدا بقى. خلاص ده راجل. اكيد شايفني هيبدا بقى يدخل المطبخ. ايه المقبلات اللي ممكن تتعامل مع فتت الشاورما دي؟ انا بعمل معاها سلطه الحمص، بصراحه بتبقى تحفه. سلطه الحمص، حمص بسلقه، بنقعه لاول يوم كامل واسلقه واتبله بقى بملح ليمون وملح وفلفل وزيت وليمون، تبقى تحفه بصراحه. انا من الناس اللي بتحب الحمص قوي، لانه بيلكم، بيشبع صح. حتى في الانظمه الغذائيه بيشبع جدا، بيكتبوه فعلا. بس الصوص ده بقى بنحطه كده، ايه اللي عايز يحط تاني بيحط. يارا، انت شرفتيني ونورتيني. ميرسي. وانا بجد مبسوطه بالمحتوى بتاعك، لانه حلوه المنافسه، بس حلو ان انت كمان تبقي داخله على السوشيال ميديا تبصي. طبعا صح. انت مش فارق معاكي تبقي ترند، انت مش فارق معاكي تبقي الاعلى مشاهده، ولكن انت فارق معاكي الانبساط، انك تعملي محتوى بسيط، المكونات كلها موجوده في البيت. ودي من الحاجات اللي انا لاحظتها لما دخلت عندك على السوشيال ميديا. يارا انت شرفتيني ونورتيني. ميرسي والله، انا اللي شرفت فعلا. ريحته تجنن حبيبتي.